Osbay, la Dima de Jamaïa Lama. La réaction de la société. اليوم في إطار كما قلت اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي كيصادف الذكرى 73 اخترنا موضوع الحقوق الضحايا في مواجهة الفئوية السياسية. اليوم احنا تبعنا ملفات قضائية معروضة على القضاء كتخص ناس يمكن عندهم شي انتماءات معينة سواء سياسية او لا جمعوية او لا مهنية، كيعتبروا بان الجهر ديال الضحية بالاعتداء الجنسي مسألة اللي هما ما كيقبلوهاش، بل كيعتبروا بانها فيها تسييس لهاد القضايا وان هذه كلها ملفات ملفقه. اليوم الجمعيه وهي كتواجه الفراغ او الضعف القانوني اللي كاين في على مستوى التشريع الجنائي لحمايه الضحايا، كتواجه مجتمع مازال كيرفض يسمع بانه كاين اعتداءات جنسيه وكيدفع في اطار اسكات ضحايا الاعتداءات الجنسيه، كتواجه اليوم مع الاسف فئات اللي مفروض انها تكون في الصفوف الاماميه للدفاع عن حقوق الانسان ومنها حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسيه. هادو ناس اللي كيعتبروا نفسهم مدافعين عن حقوق الانسان، هم الذين يخرقون ويضربون الاساس ديال الدفاع عن حقوق الانسان اللي هي حقوق لا تجزأ وهي حقوق لصالح المتهم ولصالح الضحيه. ومن شروط الدفاع عن حقوق الانسان هو احترام شروط المحاكمه العادله اللي ما كتحترمش في ملفات بحال هذه. كنقول اليوم استدعينا اجانب محامين ودي بسيكولوج اللي غادي يعطيونا نماذج ديال ملفات اللي مشاهير دي سيليبريتي على الاترونجي اللي تمت متابعتهم والمجتمع كله احترموا استقلال القضاء، احترموا الكلمة ديال القضاء وما قالوش هذه ملفات مسيسة، بل بالعكس احترموا الضحية وما شفنا لا تشهير بالضحية في الصحافة ولا سبهم ولا إهانتهم إلى غير ذلك. اليوم حنا درنا هذا الندوة باش نقولوا كفى باستغلال هذه الملفات، الضحايا عندهم حقوق والحق في المحاكمة العادلة كيضمنوا الدستور لكل أطراف المنازعة القضائية. هاد الان الاسبوع هذا اسبوع الدفاع عن حقوق المراه ويوم عالمي بالدفاع على حقوق المراه، والمغرب منذ 2011 بدا بواحد القفزه نوعيه فيما يخص المحاكمه العادله وحقوق الانسان. ما بقاش مقبول اليوم ان المراه تكون ضحيه ديال عنف جنسي او عنف اقتصادي او تحرش معنوي تبقى ساكته عليه، لان الجميع عنده حق في المحاكمه العادله، وهذا غادي يدخل في اطار الحمد لله المطالب ديال واحد العدد الجمعيات الحقوقيه اللي كترمز الى مراجعه مدونه الاسره لكي تمتاز المراه كاخيها الرجل بنفس الحقوق، وهذا هو الهدف ديال هذه الجمعيه. هذه الجمعيه الثانيين كتدخل في واحد السياق لان واحد العدد ديال الدول مازال ما فهموا بان المغرب دخل في واحد المرحله جديده ديال احترام حقوق الانسان، المغرب ديال الانصاف والمصالحه، المغرب اللي طوى الصفحه ديال لي زاني دو بلون سنوات الرصاص. هذا مغرب الان فيه واحد العدد ديال الجمعيات كتناضل من اجل تكريس حقوق الانسان بمفهومها العالمي، ولهذا الجمعيه ديال الدفاع على حقوق الضحايا كتنظم هذه الندوه. ثانيا باش نقولوا لواحد العدد الناس في الخارج، لانه راه المغرب صغير وخصهم يبدلوا النظارات ديالهم تجاه المغرب، المغرب ولا مغرب دستور 2011، مغرب حقوق الانسان، مغرب المحاكمه العادله. تعرضوا للاعتداءات الجنسيه وهي معروضه على القضاء. يمكن نقولوا على انه المغرب خرج من واحد الوقت اللي كانت فيه مؤامره الصمت ضد العنف ضد النساء، ويمكن نقول انه ماشي المغرب لوحده بل في العالم كله الظاهره ديال العنف ضد النساء حديثه الاعتراف بها. يعني التقرير ديال الامم المتحده ديكلاراسيون، يعني التقرير ديال الامم المتحده ضد العنف ضد النساء ترجع تاريخه الى 1993، يعني فيما قبل كان العنف ضد النساء ما كيتعتبرش بانه عنده واحد الظاهره خاصه. وفي المغرب يمكن نقولوا على انه في هذه 20 سنه الاخيره خطينا خطوات كبيره وكاين مجموعه ديال المكتسبات ما يمكنش اي واحد ينكرها فيما يخص مثلا الحملات السنويه لتحسيس العنف ضد النساء، بل ما بقاش اي يوم واحد ديال 25 نوفمبر اللي هو اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد النساء، بل
بل ولات 15 يوم 16 يوم يعني من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق النساء. كذلك التعاون اللي كاين ما بين مختلف المؤسسات يعني وزارات ومندوبية سامية للتخطيط والشرطة ورجال الدراك ومجموعة من وزارة العدل كيتعاونوا في مواجهة هذه الظاهرة ديال مناهضة العنف ضد النساء. ومن النقاط الأساسية هو البحث الوطني، هذا ماشي شيء بسيط أنه مؤسسة ديال الدولة ديال الإحصائيات تقوم بالإحصائيات، ولكن هذه الإحصائيات فيما يخص العنف ضد النساء، ولكن هذه الإحصائيات خصنا نقراوهم يعني بالشمولية ديالهم ونشوفوا أنه كاين واحد الظواهر اللي هي خطيرة جدا، كون المشتكيات من العنف بالرغم من كون 57% من النساء في البحث الأخير يعني عانوا من العنف موجه لهم كنساء، فقط 10% هما المشتكيات و10.5% وفيما يخص الاعتداءات الجنسية فقط 3% هما اللي تجرؤوا أنهم يمشيوا يتشكوا. يعني أنه 97% من النساء ضحايا الاعتداء الجنسي ما كيبقاو ساكتين.